في البداية نشرت عدة مصادر صورا قالوا إنها لجثة جمال خاشقجي أثناء تقطيعها بالسفارة السعودية بتركيا، وإليكم الصور والفيديو. أهل مصر أخبار عالمية: صور جثة جمال خاشقجي، أهل مصر تنفرد بها من داخل السفارة السعودية بإسطنبول. الجمعة 16 نوفمبر 2018. وكتبت: حصلت أهل مصر على صور جثة جمال خاشقجي بعد تقطيع داخل السفارة السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر 2018، حيث تم تداول تلك الصور المسربة من تسجيلات الكاميرات التركية المزروعة داخل القنصلية، والتي طالبت السعودية في بيان اليوم بحصولها عليها من قبل أنقرة بعد أن أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا يدين المملكة بنقص التحقيقات. ونشرت الصورة ديت وبرضه بوست تاني في تويتر: أحلام رحومة، اغتيال جمال خاشقجي، هكذا فعلوا بخاشقجي. عندما يتحول الإنسان إلى حيوان يصبح فعله أقصى من عمل الشيطان. نقلا عن صفحة شرطة النجدة BIS على الفيسبوك: عاجل، تركيا تنشر صورا من كاميرا المراقبة لتقطيع جثة الصحفي خاشقجي داخل السفارة السعودية بإسطنبول ووضعها في صندوق معد للتصدير. وبرضو الصور دي نشرتها 16 نوفمبر 2018، وهنشوف فيديو برضو لقناة العهد الفضائية. نشرت السلطات التركية صورا من كاميرا المراقبة تظهر تقطيع جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وتبين اللقطات التي نشرتها السلطات التركية لحظة تقطيع جثة خاشقجي داخل السفارة السعودية بإسطنبول ووضعها في صندوق معد للتصدير للتخلص منها بعيدا عن مقر السفارة. وقد قمت بعمل فيديو يحوي الأخبار والصور السابقة، ثم نبهتني أحد متابعات قناتي وهي أم عبد العزيز عبورة، كتبت كومنت على الفيديو اللي حطيته: لما تبغوا تكذبوا أتقنوا الكذب. الصور والفيديو مأخوذة من فيلم برانكو الموسم الرابع والحلقة 5. وبحثت على الإنترنت ووجدت فعلا أنها صادقة، وللعلم أنا فعلا لم أقصد الكذب، ولكن خدعت كما خدع غيري. وأشكر أم عبد العزيز وأرجو من متابعي قناتي أن يقبلوا اعتذاري. وإليكم جزء من مسلسل برانكو الموسم 4 والحلقة 5 والذي به اللقطات السابقة. ذكرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية الجمعة 16 نوفمبر 2018 أن سيدة مصرية تقول أنها تزوجت الصحفي السعودي جمال خاشقجي في مراسم دينية في الولايات المتحدة يونيو 2018، ذلك على الرغم من أنه عندما قتل داخل قنصلية السعودية في تركيا أكتوبر الماضي كان يسعى للحصول على أوراق للزواج من سيدة تركية حسب ما قالت خديجة جنكيز. وده اللي كتبته الواشنطن بوست: Woman says she married Khashoggi in ceremony kept secret from his finance and some in his family. و 16 نوفمبر الساعة 7:10 مساء، واليوم السابع حطها برضو في السبت النهاردة 17 نوفمبر، واشنطن بوست: سيدة مصرية أعلنت زواجها من جمال. وقالت الصحيفة في تقرير على موقعها الإلكتروني إن الكشف عن زواج خاشقجي الذي يبدو أن الصحفي القتيل خبأه عن خطيبته التركية وحتى أعضاء عائلته يزيد التعقيدات للجدول الزمني للأشهر الأخيرة في حياته قبل مقتله. وفي مقابلة مع الصحيفة شريطة عدم ذكر اسمها، حيث عرفت نفسها بالحرف الأول والأخير لها H و ATR بسبب مخاوف بشأن سلامتها ووظيفتها. وقالت السيدة المصرية أنها كشفت عن علاقتها مع خاشقجي لأنها كزوجة مسلمة أريد كامل حقوقي والاعتراف بي كأرملته. وقدمت السيدة لصحيفة واشنطن بوست الرسائل النصية المتبادلة بينهما،
وخاشقجي وصورهم معا، بما في ذلك بعض الصور الخاصة بحفل زفافهم في واشنطن يونيو الماضي، رغم أنها لا تبدو أن بحوزتها رخصة زواج، فيما أكدت الصحيفة الأمريكية على أن أحد مساعدي جمال خاشقجي شارك في الحفل كشاهد على الزواج، وأكد صحة كلام الزوجة، وتحدث المساعد بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب مخاوف أيضا تتعلق بالسلام. وبينما رفضت عائلة خاشقجي التعليق على الزواج، فإن خطيبته التركية قالت في مكالمة هاتفية مع واشنطن بوست إنها لم تكن على علم بعلاقة خطيبها والسيدة المصرية، وشككت في دوافعها قائلة: جمال لم يبلغني قط عن هذه السيدة، لماذا تريد تغيير الصورة التي لدى الناس عن جمال؟ ماذا تريد؟ أشك أنها محاولة لتشويه سمعته. ولم يرد الإمام الذي عقد القران وهو أستاذ الدراسات الإسلامية والتعليم لدى الجامعة الأمريكية المفتوحة في ولاية فرجينيا، لم يرد على طلب الصحيفة للتعليق. وقالت السيدة المصرية أنها تبلغ من العمر 50 سنة وتقيم في منطقة الخليج الفارسي، وأمضت وقتا مع جمال خاشقجي عندما سافرت في رحلة عمل إلى الولايات المتحدة، وقالت أنهما تقابلا قبل عقد من الزمان في منتدى إعلامي في الشرق الأوسط، لكن علاقتهما الرومانسية بدأت خلال العام الماضي، وقالت أنها رأته للمرة الأخيرة في أوائل سبتمبر الماضي، وأنه أعرب في بعض الأحيان عن قلقه من أن الحكومة السعودية قد تنتقم منه، ولكن لا يعتقد أن حياته في خطر، وقالت لم يعتقد أبدا أنهم سيغتالونه، كان يعلم أن بإمكانهم خطفه وضربه، لكنه لم يعتقد أبدا أنهم سيذهبون إلى درجة قتله. جمال خاشقجي الله يرحمه. وهنشوف أسرار تانية رهيبة. والنهاردة حساب على تويتر يحمل اسم هالة الزيني كتبت: حنان زوجة جمال خاشقجي، زواجهما تم في جامعة إسلامية في واشنطن، ونشرت الصور ديت ليهم من حفل الزفاف جمال خاشقجي مع حنان. تم الزواج في سبتمبر في يونيو، وآخر مرة شافته فيها كان في سبتمبر. كان في الولايات المتحدة الأمريكية. وتطالب بحقوقها دلوقتي كأرملة لجمال خاشقجي. الذي حصل ذلك اليوم 2 أكتوبر يوم الثلاثاء الماضي، ذهبنا أنا وأستاذ جمال إلى القنصلية السعودية في إسطنبول لنكمل بعض الأوراق أو نستلم بعض الأوراق اللازمة لكي يتم الزواج بطريقة رسمية. فأستاذ جمال دخل القنصلية في بنفسه، وأنا كنت أنتظر في زاوية قريب من بوابة القنصلية، وكان الموعد الساعة 1، وبعد ما مرت عدة ساعات أصبحت قلقة جدا لأنه أخذ ولم يأتني، لأنه هو الذي سلمني الهواتف، والمفروض إذا حتى خرج يأتي ويأخذ مني الهواتف أو نكمل البرنامج الخطة التي كان كنا كاتبين اللي باقي اليوم. ثم ذهبت عند البوابة وسألتهم. أستاذ جمال دخل قبل الساعة 1 ولم يخرج. أين أستاذ جمال؟ هل يعني لا زال هو داخل القنصلية؟ أمن التركي قال لا يوجد أحد بالداخل، أو ربما أنت لم تنتبه عند خروجه. ثم اتصلت على قنصلية لكي أتأكد مع المسؤولين أنه خرج. اتصلت وخرج شاب سعودي قائلا لا يوجد أي أحد داخل القنصلية، انتهى الدوام الرسمي، لا حاجة للانتظار أمام البوابة. ومن ثم أنا بدأت أتصرف وأتصل على بعض المسؤولين الكبار الأتراك. نعم.